تميزت سنة 2017 بخطابات قوية ألقاها الملك محمد السادس في مناسبات عدة، خطابات كان لها وقع كبير على الساحة السياسية الوطنية. فخلال الذكرى 18 لعيد العرش وفي شهر يوليوز الماضي، ألقى الملك محمد السادس خطابا جديد اللهجة وحاملا لرسائل سياسية قوية، حيث يعد الأول من نوعه في تعرية الواقع السياسي المغربي. أما الموظفون العموميون فالعديد منهم لا يتوفرون على ما يكفي من الكفاءة ولا على الطموح اللازم، ولا تحركهم دائما روح المسؤولية. الملك انتقد بشكل كبير الطبقة السياسية، حيث اعتبر أن التطور السياسي والتنموي الذي تعرفه المملكة لم ينعكس بالإيجاب على تعامل الأحزاب والمسؤولين السياسيين والإداريين مع التطلعات وانشغالات الحقيقية للمغاربة. أدعو المسؤولين السياسيين الملك وفي خطابه ألقى باللائمة على الطبقة السياسية التي تستغل النتائج الإيجابية سياسيا وإعلاميا لصالحها، وبالمقابل عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي وإرجاع كل الأمور إليه، يقول الملك محمد السادس. أما عندما لا تسير الأمور كما ينبغي يتم الاختباء وراء القصر الملكي ويرجع كل الأمور إليه، وهو ما يجعل المواطنين يشتكون لملك البلاد. في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر الماضي، يعود الجالس على العرش مرة أخرى بخطاب قوي وشديد الصرامة. نتحدث هنا عن الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018، والذي أصبح عنوانه البارز الزلزال السياسي. الملك استهل خطابه مذكرا النواب ومستشاري الأمة أن هذا الخطاب يأتي بعد خطاب العرش الذي وقفنا فيه على الصعوبات التي تواجه تطور النموذج التنموي وعلى الاختلالات، سواء فيما يخص الإدارة بكل مستوياتها أو فيما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية، يقول الملك محمد السادس. وعلى الاختلالات سواء فيما يخص الإدارة بكل مسؤولياتها أو فيما يتعلق بالمجالس المنتخبة والجماعات الترابية. ولعل أهم فقرة ميزت الخطاب تلك التي تحدث فيها الملك عن ضرورة التحلي بالموضوعية وتسمية الأمور بمسمياتها دون مجاملة أو تنميق، واعتماد حلول مبتكرة وشجاعة حتى وإن اقتضى الأمر الخروج عن الطرق المعتادة أو إحداث زلزال سياسي. فإن المجلس بعد مرور 14 يوم بالتمام والكمال، زلزال الملك السياسي يطال 3 وزراء ومسؤول واحد بناء على تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول تعثر مشاريع برنامج الحسيمة منارة المتوسطة، حيث جرى إعفاء 3 وزراء في حكومة سعد الدين العثماني، وهم محمد حصاد وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بصفته وزير الداخلية في الحكومة السابقة، ومحمد نبيل بن عبد الله وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بصفته وزير السكنة وسياسة المدينة في الحكومة السابقة، بالإضافة إلى الحسين الوردي وزير الصحة بصفته وزيرا للصحة في الحكومة السابقة، وأيضا العربي بن شيخ كاتب الدولة لدى وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي. كما طالت موجة الإعفاءات المدير العام المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب علي الفاسي الفهري. ونحن نودع سنة 2017 التي تميزت بصرامة الخطبة الملكية. لا زالت مشاورات ترميم حكومة العثماني تراوح مكانها في انتظار تعيين وزراء جدد.